ما تدور كويس يا ابني، انا حاسه اني سمعت صوت اختك. انا كمان يا ماما حاسس اني سمعت صوتها. طب دور يلا، اكيد هنلاقيها ان شاء الله. يا جماعه انتوا بتدوروا في المكان الغلط. يا مامي يا احمد انا هنا. طبعا ما حدش هيسمعني، انا لازم اعمل اي حاجه تلفت انتباههم عشان يعرفوا مكاني. واضح كده ان احنا مش هنلاقيها يا مامي. هو انا يا ابني مش مكتوب لا افرح ابدا، يا دوب انت رجعت لطبيعتك ولسه هقول ايه لقيت اختك صغرت ومش لاقيينها. ايوه انا لازم احرك الكره دي. يا جماعه بصوا هنا بالله عليكم. طب هنعمل ايه دلوقتي يا مامي؟ العمل عمل ربنا بقى، اللي ربنا عاوزه هيكون. ايه ده؟ انتوا هتفقدوا الامل ولا ايه؟ يعني هتسيبوني كده؟ لا بالله عليكم انا لازم اتصرف بسرعه. ايه ده؟ تليفون بابي على الشاحن، انا لازم اوصل له بسرعه وافتحه واحاول اتصل بمامي عشان تعرف مكاني. الحمد لله يا رب. العيدية ضاعت. جهزي نفسكوا بقى انتي وهو عشان فرح خالكوا تاسع يوم العيد. يا مامي هو العيد الصغير 3 ايام والعيد الكبير 4 ايام، نفسي اعرف جبتي تاسع يوم العيد دي منين؟ هو كده احنا بنقول 7 يوم العيد 9 يوم العيد عشان نعرف الايام اللي بعد العيد. وبعدين ما تغيروش الموضوع، انتوا لميتوا عيدية كام انتي وهو؟ انا لميت 400 جنيه وانا كمان لميت 400 جنيه. طيب يا حلوين، كل واحد بقى ياخد له 10 جنيه وهاتوا الباقي اشيله لكم معايا. لا يا ماما انا ماليش دعوة، وانا يا مامي مش هدي عيديتي لحد. يا خسارة تعب وشقاية معاكم في رمضان. طب ده انا كنت بفضل واقفة في المطبخ طول النهار عشان اعمل لكم الفطار. واخرتها ايه؟ مش واثقين فيا؟ خلاص يا مامي كفايه، قطعتي قلبنا، خدي 200 جنيه اهي واحنا هنخلي معانا 200 جنيه. يا خساره التعب وشقايه معاكم، طب مش فاكرين لأي حاجه حلوه عملتها عشانكم؟ طب ده انا كنت بقف في المطبخ طول الليل عشان اعمل لكم السحور، واخرتها ايه؟ خلاص يا مامي اتفضلي العيديه كلها اهي، بس لما نحتاجها هناخدها منك. هي ايه دي اللي تاخديها يا حلوه؟ العيديه دي تاخديها من عمك ومن خالتك وتجيبيها لي عشان ارجعها تاني لاولاد عمك واولاد خالتك، جمعيه ودايره يعني. ده كده ما تبقاش عيديه يا مامي، ده كده تبقى غسيل اموال. وات ايفر، وانا من امتى بتفرق معايا الاسماء؟ غسيل اموال غسيل اموال. فقدنا الذاكرة. رمضان خلص ورمضاننا، والعيد خلص وعيدنا، وأكلنا البسكوت وأكلنا الكحك، وضربنا الفسيخ والرنجة وكله تمام، إيه بقى؟ إيه يا مام؟ خير؟ كل سنة وحضرتك طيبة. بقول لكم رمضان خلص والعيد خلص وخلصنا، أنا بكلمكم على المذاكرة والامتحانات اللي بعد أسبوع. أيوة، اعملوا لي فيها بقى فقدنا الذاكرة. مذاكرة؟ أنا سمعت الكلمة دي فين قبل كده؟ لا وبتقولك امتحانات وبعد أسبوع. بقول لكم إيه؟ مفيش وقت للهزار والتهريج بتاعكوا ده. بص يا مامي كل حاجة بتاعت ربنا وكل واحد بياخد نصيبه، واللي ذاكر ذاكر خلاص، والعلم في الراس مش في الكراس، والباب اللي يجيلك منه الريح تطلع البت لأمها. تطلع البت لأمها؟ طب لحظة واحدة. يلا بينا يلا بينا. جدول ضرب غريب جدا. يا ابني ما تغلبنيش بقى وقول 5 × 6 بكام. هو انت يا ابني فاقد الذاكرة؟ لا يا مامي طبعا عارف 5 × 6 بكام. بكام؟ ب60. ب60؟ 5 × 6 ب60؟ رحمتك يا رب، انا خلاص ما بقتش قادره اتحمل. هو انت يا ابني دماغك اتمسحت باستيكه؟ امال ال5 × 6 بكام يا ماما؟ ال5 × 6 طول عمرها ب30.
لا، الكلام ده كان زمان قبل زيادة الأسعار. دلوقتي الخمسة في ستة بستين. صبرني يا رب. وإيه علاقة الضرب بالأسعار يا ابني؟ هو أنت يا مامي مش كل ما أجي أقول لك زودي لي المصروف بتضربيني؟ أيوة بضربك. طيب يبقى لازم يكون في علاقة ما بين الضرب وزيادة الأسعار. عوض علي عوض الصابرين يا رب. سلمولي على الدايت. مامي انت مش ملاحظة حاجة؟ حاجة ايه خير؟ حاجة اتغيرت في شكلك يعني. انا عارفة ان انا اتخنت شوية. شوية؟ ايوة دول هما 9 كيلو بس اللي زدتهم من بعد العيد لحد دلوقت. ما انت يا مامي لازم تجيبي طبق كحك وبسكوت مع كل كوباية شاي. ايوة صح معاك حق والله، انا لازم ابطل العادة دي. ايه الاخبار يا مامي؟ 9 كيلو بقوا 13 كيلو، ايه الحكاية؟ بالرغم من ان انا بطلت اجيب طبق كحك وبسكوت مع كل كوباية شاي. طيب كويس، دي خطوة حلوة جدا. امال ليه الزيادة مستمر؟ ما انا بقيت بشرب الشاي في المطبخ وسط علب الكحك والبسكوت على طول. هو انت يا مامي مش قلتي هتبدأي دايت بعد العيد على طول؟ قلتلك بعد العيد على طول، بس ما حددتش بقى انه عيد، العيد الصغير ولا العيد الكبير. علي بابا. مامي. نعم عايزة ايه؟ انت عارفة قصة علي بابا والاربعين حرامي؟ ايوة طبعا عارفاه. هو علي بابا خد الكنز بتاع الحرامية؟ ايوة. والحرامية جابوا الكنز منين؟ سرقوه. سرقوه من مين؟ سرقوه من الناس. وعلي بابا بقى سرقوه من الحرامية. علي بابا ما سرقش حد، ده لقاه، لقى الكنز. طب رجعوا للناس بقى ولا اخدوا؟ لا طبعا اخدوا. يبقى علي بابا راجل حرام. لا علي بابا راجل طيب. طب ليه ما وداش الكنز للبوليس؟ ما كانش يعرف مكان اسم البوليس فين. ازاي بقى؟ إذا كنت أنا عارف مكان الاسم. قلتلكوا علي بابا راجل طيب. لا علي بابا راجل حرام. بقولك علي بابا راجل طيب، انت هتغيري التاريخ؟ علي بابا راجل حرامي. علي بابا راجل ايه؟ علي بابا راجل طيب. لما تعمل خير. الحقيني يا مامي بعلبة عصير أو أي حاجة، تعبانة قوي مش قادرة. مالك يا حبيبة مامي مفرهدة كده ليه؟ خدي اشربي. لقيت عربية التبرع بالدم واقفة، رحت اتبرع. بسم الله ما شاء الله عليك يا ليلي، ربنا يحميك ويحفظك يا حبيبتي. ها وبعدين؟ اتبرعت بكيس دم كبير قد كده. برافو عليك يا حبيبة مامي. بعدها اغمى عليا ووقعت على الارض. يا لهوي وبعدين ايه اللي حصل؟ فوقوني بقى وراحوا معلقين لي كيس الدم اللي اتبرعت بيه تاني. يعني انت كده ما اتبرعتيش، رجعوا لك اللي اخدوه منك تاني. ايوه بس الحمد لله، المهم النية. طب هاتي ده بقى، طالما رجعوا لك الدم اللي اخدوه منك تاني، عايزه العصير تعملي بيه ايه؟